بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الأول. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما تعلم العلم الذي لا يستقيم دين المسلم إلا به، من معرفة عقيدته ومعرفة أحكام صلاته وزكاته وصيامه وحجه وعمرته. فهذا القدر من العلم واجب وجوب عين على كل مسلم ومسلمة، لأنه لا يستقيم دينه إلا به. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند الرجل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، جلس أمامه مجلس المتعلم من معلمه، ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. فلبثت مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا حديث عظيم، وفيه فوائد عظيمة، وفيه علوم غزيرة. فأولا، هذا فيه طلب العلم وتلقيه عن العلماء عن طريق السؤال والجواب، أو عن طريق الرواية، أو غير ذلك من طرق التلقي. فالعلم لا يؤخذ إلا عن العلماء، لا يؤخذ عن الجهال أو عن الآباء والأجداد عن عوائدهم، وإنما يؤخذ عن العلماء. كذلك لا يؤخذ العلم عن الكتب مجرد قراءة، بل لا بد من الجلوس إلى أهل العلم ومذاكرتهم وسؤالهم عما أشكل وتلقي العلم عنهم. فهذا جبريل عليه السلام جاء يعلم الأمة كيف تتعلم العلم، وأنها ترجع إلى علمائها بالسؤال والجواب أو بالرواية أو غير ذلك من وسائل تلقي العلم النافع. وفي هذا الحديث أدب طالب العلم، من أنه ينبغي أن يكون على أحسن هيئة. هذا جبريل عليه السلام جاء صورة رجل شديد بياض الثياب، ففيه أن طالب العلم يعتني بملابسه ويتجمل ويلبس الثياب البيضاء، فإن البياض هو أفضل اللباس للرجال. قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. شديد سواد الشعر، هذا فيه أن طلبة العلم أيضا يلتزمون بخصال الفطرة من إعفاء اللحى وجز الشوارب، لأن هذا من خصال الفطرة، إعفاء اللحى وتركها على حالها التي خلقها الله
لا يتعرض لها بقص ولا بحلق ولا بتخفيف، وإنما تعفى. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يعفون لحاهم، ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية، كان ذا لحية عظيمة تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. ثم فيه أيضا أدب الجلوس بين يدي العلماء، فهذا جبريل عليه السلام جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم مجلس المتعلم من معلمه، وأسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أن المتعلم يقرب من المعلم لأجل أن يسمع ما يقول ويعقل ما يقول المعلم ولا يكون بعيدا عنه. ووضع يديه، وضع جبريل عليه السلام يديه على فخذيه، هذا من الأدب. فطالب العلم بين يدي معلمه لا يعبث ولا يلتفت، وإنما يصغي إلى معلمه ويخضع بجوارحه فلا يحركها ويعبث بيديه أو بشيء آخر. ثم قال: يا محمد، هنا بدأ السؤال والجواب، أخبرني عن الإسلام. ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن أشراط الساعة. فهذا فيه دليل على أن أول ما يبدأ به تعلم الإسلام وتعلم الإيمان، لأن هذا هو أصل الدين، أصل الدين تعلم الإسلام. فلا يبدأ الإنسان بشيء من طلب العلم، لا يبدأ بشيء قبل معرفته لأركان الإسلام وأركان الإيمان، لأن هذا القدر من العلم لا بد لكل مسلم أن يعرفه. والإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. الإسلام هو الانقياد لله جل وعلا، الانقياد له بالتوحيد وإخلاص النية والعمل والبراءة من الشرك، لأن الشرك ضد الإسلام، فلا بد أن يتبرأ مما يضاد الإسلام وهو الشرك والكفر. وهذا الإسلام له أركان يقوم عليها لا يتحقق إلا بوجودها، فلا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم وهو لا يعرف أركان الإسلام، بل لا بد أن يعرف أركان الإسلام من أجل أن يحققها وأن يقوم بها حتى يصح إسلامه. وأما مجرد الدعوة من غير عمل ومن غير اعتقاد فهذا لا ينفع صاحبه. لا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم ثم إذا سئل عن الإسلام قال لا أدري، إذن كيف تكون أنت مسلم وأنت لا تدري ما هو الإسلام؟ فلذلك بدأ جبريل عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالسؤال عن الإسلام. فيجب على كل مسلم أن يعرف ما هو الإسلام حتى يحققه ويقوم به. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الركن الأول، شهادتان، وهذا هو الأساس وهذا هو العقيدة. فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك من الأعمال حتى يتحقق الركن الأول وهو التوحيد والعقيدة التي تبنى عليها جميع الأعمال. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتراف بالقلب واللسان أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تعلم علم اليقين وتنطق بذلك وتعلن بذلك أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه يكون مشركا كافرا بعيدا عن الإسلام وإن زعم أنه مسلم. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فقوله لا إله هذا ينفي جميع الشرك، وقوله إلا الله هذا يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا قال هذه الكلمة فلا بد أن يلتزم بما تدل عليه، بأن يخلص العبادة لله جل وعلا وأن يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل حتى يدخل في الإسلام دخولا صحيحا. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن تعترف وتقر وتنطق بلسانك أن محمدا
رسول من عند الله جل وعلا بعثه إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، الاعتراف والإقرار والاعتقاد الجازم أن محمدا رسول من عند الله جل وعلا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. ثم لا بد من العمل بمقتضى هذه الشهادة. فإذا شهدت أنه رسول الله حقا وجب عليك أن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. فشهادة أن محمد رسول الله تلزمك باتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. فهذه الشهادة بالرسالة تنفي جميع البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا شهدت أن محمد رسول الله وجب عليك أن تتبعه، وأن لا تعمل عملا تتقرب به إلى الله إلا إذا كان هذا العمل ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تبتعد عنه، لأنه بدعة وخرافة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن شهد أن محمد رسول الله وهو يعصيه ولا يطيعه ويتبع هواه، أو يعمل أعمالا لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شهادته إما باطلة وإما ناقصة. شهادته أن محمد رسول الله وهو لا يطيعه ولا يتبعه ولا يعمل بشرعه، وإنما يعمل بهواه أو بما أدرك عليه الناس من غير دليل، فشهادته غير صحيحة، إما باطلة وإما ناقصة بحسب مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول جل وعلا: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن ليست شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مجرد لفظ يقال باللسان، وإنما هو لفظ وعمل وتحقيق وإخلاص لله ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فأسلم وجهه لله، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وهو محسن، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. وإقام الصلاة الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام، إقام الصلاة. ولاحظوا أنه لم يقل والصلاة، وإنما قال إقام الصلاة، لأنه ليس المقصود من الصلاة الإتيان بصورتها، وإنما المقصود الإتيان بالصلاة كما شرعها الله سبحانه وتعالى بأركانها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، أن تكون صلاة مطابقة لما شرع الله سبحانه وتعالى. وليس المراد صورة الركوع، القيام والركوع والسجود والجلوس، ليس هذا هو المراد. مراد حقيقة الصلاة وإقام الصلاة، أي الإتيان بها قائمة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإقام الصلاة على نوعين: إقام ظاهر وإقام باطن. فإقامتها في الظاهر الإتيان بأعمالها من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، هذا إقامة لها ظاهرا،
إقامتها باطنا بالخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإقامتها في الظاهر لا تكفي عن إقامتها في الباطن، بأن يكون المصلي خاشعا لله عز وجل، قانتا لله. وقوموا لله قانتين، قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فروح الصلاة ولبها ومقصودها الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن تخشع لمن أنت قائم بين يديه تناجيه وتدعوه وتركع له وتسجد له، أن تستحضر عظمته سبحانه وتعالى، وتعلم أنك قائم بين يديه، وتعلم أن الله يراك وأنت تصلي، فلا تلتفت بجسمك ولا تلتفت بقلبك عن الله جل وعلا، بل أقبل على صلاتك إقبالا كليا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا معنى إقام الصلاة. وإقام الصلاة والمراد بها الصلوات الخمس، قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة: صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر. هذه خمس صلوات في اليوم والليلة، فريضة على جميع العباد، لا بد من إقامتها في مواقيتها ومع الجماعة في المساجد، وأن تكون مستوفية لأحكامها. ولا يقوم بذلك إلا من تعلم أحكام الصلاة. أما الذي يصلي على العادة فقط وهو لا يعرف أحكام الصلاة، فهذا لا يتحقق منه إقامة الصلاة على الوجه المطلوب، وإن كان مأمورا أن يصلي على حسب استطاعته. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا بد أن يعرف الإنسان أحكام صلاته، وهذا شيء ميسور، ليس بالعسير ولا بالمتعذر، هذا شيء ميسور موضح، ولله الحمد موضح لك، تراجع كلام أهل العلم، رسائل مختصرة واضحة تقرأها وتحفظها وتسأل عنها أهل العلم فيما أشكل عليك، بهذا تعرف فقه صلاتك. الركن الثالث: إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة حق فرضه الله في أموال الأغنياء للفقراء، حق سنوي، كل ما تم على المال سنة تجب فيه الزكاة، إلا الخارج من الأرض فإن زكاته تجب عند حصوله، وآتوا حقه يوم حصاده. أما بقية الأموال فإنها تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول إذا بلغت النصاب المقدر شرعا، فلا بد من إخراج الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام. فمن جحد وجوب الزكاة كفر، من جحد وجوب الصلاة الزكاة كفر. وأما من منعها بخلا، من منعها بخلا وهو يقر بوجوبها، فإنها تؤخذ منه قهرا، يأخذها ولي الأمر منه قهرا ويوزعها على مستحقيها، فإن لم يمكن أخذها منه إلا بقتال فإنه يقاتل، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم وقال: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقاتلهم رضي الله عنه حتى أخضعهم للزكاة وأخذها منهم، وهي حق للفقراء، فرضها الله سبحانه بقوله: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق مو بتبرع، حق واجب، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، دائما تجدون الزكاة مقرونة بالصلاة، مما يدل على أهمية الزكاة، فلا يجوز التساهل بشأنها أو التهاون في أمرها، لأنها حق واجب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال الأغنياء صدقة وهي الزكاة، وبين فوائدها تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم أيضا يحصلون على صلوات الرسول ودعاء الرسول لهم، ومن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فهو السعيد، لأن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة. هذه هي الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الرابع صيام شهر رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب عليكم الصيام أي فرضا، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم. لعلكم تتقون أي أن الصيام يسبب تقوى الله سبحانه وتعالى، فهو سبب للتقوى، وهذا مدح للصيام لأنه يسبب للصائم تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن اتقى الله سبحانه وتعالى سعد في الدنيا والآخرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأوجب الله صيام شهر رمضان على كل مسلم بالغ، على كل مسلم بالغ عاقل. أما المقيم الصحيح فيصومه أداء، فمن شهد منكم الشهر أي حضره فليصومه. هذا هو المسلم المقيم الصحيح. أما من كان مسافرا في شهر رمضان أو سافر في أثنائه فإنه يفطر، خفف الله عنه فأباح له الفطرة أثناء السفر تخفيفا، أثناء السفر تخفيفا عليه وتيسيرا له، لكن بشرط أن يقضي ما أفطره من أيام أخرى. وأما المريض الذي أتى عليه شهر رمضان وهو مريض، أو مرض في أثناء الشهر مرضا يشق عليه الصيام معه، فإنه يفطر، يفطر. فإذا ذهب عنه المرض وشفاه الله فإنه يقضي الأيام التي أفطرها. فدل على أنه لا بد من صيام شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل، إما أداء وإما قضاء، ولا يعفى أحد من صيام شهر رمضان لأنه ركن من أركان الإسلام. ثم قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر، حيث رخص للمسافر وللمريض أن يفطر وأن يقضي الأيام من أيام أخر يسهل عليهم فيها الصيام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. ولتكملوا العدة، تكمل عدة رمضان، فمن أفطر شيئا منه لعذر فإنه يقضي ولا بد حتى تكمل العدة. أما من أفطر في رمضان، من أفطر في رمضان من غير عذر شرعي وهو صحيح مقيم، صحيح مقيم وأفطر في رمضان، فهذا قد عصى الله سبحانه وتعالى وترك ركنا من أركان الإسلام، فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليه قضاء ما أفطره. وإذا علم به ولي الأمر فإنه يؤدبه أدبا رادعا حتى لا يتساهل في هذا الركن العظيم. الركن الخامس الحج، حج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا مأخوذ من قوله تعالى:
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت مرة واحدة في العمر، هذا هو الفرض وهذا هو الركن من أركان الإسلام، مرة واحدة في العمر، وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده. لما كان الحج فيه مشقة عظيمة وقد يكون فيه خطر، والناس يأتون إليه من أقطار بعيدة ويتحملون المشاق، لما كان كذلك خفف الله عن عباده فجعله مرة واحدة في العمر، بينما كان الصيام والزكاة كل سنة، وبينما كانت الصلوات الخمس 5 مرات في اليوم والليلة. لما كان الحج فيه مشقة وفيه أسفار وفيه أخطار، الله جل وعلا فرضه على عباده مرة واحدة في العمر، وما زاد عن الواحدة فهو تطوع. وبهذا تكاملت أركان الإسلام، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحقق ذلك قولا وعملا وأقام الصلوات الخمس وأدى زكاة ماله وصام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام، فقد تكاملت في حقه أركان الإسلام، فليحمد الله على هذه النعمة. ثم هذه الأركان منها ما هو بدني، منها ما هو بدني، وذلك كالصلاة والصيام، هذه أعمال بدنية، ومنها ما هو مالي وهو الزكاة، ومنها ما هو مالي بدني وهو الحج، ومنها ما هو قولي واعتقادي وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم أيضا لنعلم أن الإسلام ليس مقصورا على هذه الأركان الخمسة، الإسلام هو كل ما شرعه الله من الطاعات وترك المحرمات، هذا كله من الإسلام، لكن هذه الخمسة هي أركانه وأعمدته التي يقوم عليها، وما زاد على هذه الأركان الخمسة من الواجبات والمستحبات وترك المحرمات فإنها مكملات لهذه الأركان الخمسة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فدل على أن الإسلام ليس مقصورا على هذه الأركان، وإنما هذه هي مبانيه ودعائمه، وما زاد عليها من الطاعات فإنه مكمل لها ومتمم لها. وكذلك من الإسلام ترك المحرمات، قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ترك المحرمات هذا من الإسلام، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمسة لأنها الأركان التي يقوم عليها وينبني عليها. ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بني دل على أن هذه الإسلام هي التي يبنى عليها، على أن هذه الأركان هي التي يبنى عليها الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. استطاعة السبيل للحج كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الزاد والراحلة. الزاد يعني الطعام والشراب الذي يكفي المسافر للحج من ذهابه إلى إيابه، معه طعام يكفيه من ذهابه إلى إيابه، وكذلك عند من يمونهم من أولاده وأهل بيته عندهم ما يكفيهم إلى أن يرجع إليهم. والراحلة يعني المركوب في كل وقت بحسبه، عنده ما يستطيع به الركوب ويوصله إلى بيت الله الحرام، إما من الدواب وإما من السيارات وإما من الطائرات وإما من المراكب البحرية،
فإذا كان عنده ما يستطيع به الركوب والوصول إلى البيت وجب عليه الحج مرة واحدة في العمر، هذا هو الفرض. والركن الخامس من أركان الإسلام، وما زاد على المرة الواحدة فإنه تطوع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الرجل السؤال مرة أو مرتين أو ثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج مرة واحدة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحج الواجب مرة واحدة بالشروط التي ذكرها الله، من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. أما أركان الإيمان فيأتي إن شاء الله لها درس آخر، ونترك المجال الآن لما حضر من الأسئلة، لعل الله أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم جميع المسلمين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يزور الحي الميت في المقبرة ووقوفه على قبره، هل يسمع الميت السلام؟ وهل يرد عليه؟ وهل يعرف الميت زائره من الأحياء؟ وما حكم تخصيص السلام بقبر معين بعد السلام على أهل المقبرة عموما؟ وما حكم تخصيص أيام للزيارة لزيارة المقابر والوقوف على بعض القبور؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، وفي رواية: وتزهد في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: زوروا القبور من أجل أن نتذكر ونتعظ. فزيارة القبور مشروعة إذا كان القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للميت، السلام عليه والدعاء له. أما كونه يسمع أو يعرف من يأتي إليه، هذا يحتاج إلى دليل، لأن هذه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. أما نحن فننفذ ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زيارة القبور للتذكر والاعتبار والدعاء للأموات، هذا هو المشروع. وأما وقت زيارة القبور فليس لها وقت محدد ولا يوم معين، فيزور المسلم القبور متى تيسر له في أي يوم من الأيام. أما تخصيص يوم للزيارة فهذا لا دليل عليه. نعم. هل كل من وقع في الشرك يطلق عليه كافر؟ ومتى يعذر بالجهل ومتى لا يعذر بالجهل؟ من وقع في الشرك الأكبر، الشرك على نوعين: شرك أكبر كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله وغير ذلك من أنواع العبادة، إذا صرف منها شيئا لغير الله هذا شرك أكبر، من فعله فإنه يكون كافرا، يكون مشركا، وكل مشرك كافر، كل مشرك فإنه كافر خارج من الملة. أما الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ويسير الرياء، فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكنه خطير، لكنه خطير جدا، وهو من أكبر الكبائر، لكنه لا يخرج من الملة. ومن تاب تاب الله عليه، من تاب من الشرك الأكبر أو تاب من الشرك الأصغر أو تاب من غير ذلك من جميع الذنوب فإن الله يتوب عليه. أما الجهل فلا يعذر بالجهل إلا من كان منقطعا عن العالم، لا يصل إليه خبر ولا يسمع شيء، منعزل عن العالم في قطعة من الأرض لا يصل إليها خبر، ولم يعلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه شيء عن الإسلام أبدا، هذا يعذر بالجهل. أما من كان يعيش في بلاد المسلمين وبين المسلمين، أو يعيش في بلاد الكفار وهو يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويحضر الندوات والدروس عند العلماء
ويستمر على الشرك فهذا ليس بمعذور، لأنه بلغته الحجة، لأنه بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة ولا يعذر بالجهل. نعم. أنا مقيم في هذه البلاد الطيبة ومن بني جنس تنتشر فيهم عبادة القبور والأولياء، وفي البلد التي أعمل فيها كثير منهم لا يذهبون إلى المساجد وأماكن المحاضرات، وكثير من علماء بني جنسنا يحفظون القرآن ويدرسون التفسير ولكن لا يتحدثون عن العقيدة أبدا. فقمت أنا بهذا الواجب بالدعوة إلى التوحيد، ولكني لست من العلماء ولا أحسن سرد الأحاديث بأسانيدها، ولكن أقول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا وأذكر المعنى. فشكك بعض منهم في أقوالي وشككوا في إقامتي لهذه الدروس، وقالوا إني لست عالم ولا ينبغي لي إقامة هذه الدروس، وهذه حدود طاقتي، وإذا أوقفت هذه الدروس لا يقوم بهذا الواجب أحد، فهل أوقف هذه الدروس؟ الواجب عليك أن تتعلم أولا إذا أمكنك ذلك أن تتعلم، والتعلم ولله الحمد مجاله مفتوح، تعلم ثم بعد ذلك تدعو إلى الله عز وجل. لكن ما دام أنك ما تمكنت من التعلم التام فأنت تدعو إلى الله على قدر ما تعلم، تبلغ قدر ما تعلم. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فأنت محسن في كونك تدعو إلى الله على قدر معرفتك وقدر استطاعتك. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فبلغ وعلم على قدر ما تستطيع، أما الذي لا تعرفه فلا تدخل فيه، الشيء الذي لا تعرفه لا تدخل فيه، إنما تدرس وتعلم قدر ما تعرف فقط. وهذا فيه خير كثير، لا تحقرن شيئا من العلم أو من التعليم ولو كان يسيرا ينفع الله به، لكن احرص على التعلم مهما أمكنك ذلك. نعم. سائلة تسأل: هل يجوز أن يسلم علي زوج ابنتي؟ نعم، زوج ابنتك محرم لك، زوج ابنتك محرم لك. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأمهات نسائكم. فأم زوجتك أنت محرم لها، لأنها حرمت عليك بالعقد على ابنتها. نعم. هل سائل يقول: هل نأثم على عدم إعفاء اللحية أو تقصيرها؟ هل نأثم على عدم إعفاء اللحية أو تقصيرها؟ نعم، تأثمون على عدم إعفاء اللحية، علما نعم. بأننا نعيش في ظروف فيها يعاني صاحب اللحية من مضايقات شديدة لاختلاطنا باليهود. اصبروا، لابد من الامتحان ولابد من الصبر، فأنتم اعملوا بدينكم وبشريعة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو نالكم شيء من الأذى اصبروا، هذا في سبيل الله عز وجل، اصبروا على ذلك. نعم. سائل يقول: ما هي أبرز معتقدات الرافضة ولماذا سموا بذلك؟ هذا يحتاج إلى وقت آخر، السؤال هذا يحتاج إلى وقت آخر. أنت عليك أنك تسأل عن أمور دينك وما يهمك، أما عقائد الفرق هذه ما تبحث هنا، تبحث في مكان آخر وفي مناسبة أخرى. نعم. جئت بالطائرة للعمرة من الرياض محرما ولم أسمع إعلان الملاحين في الطائرة بمرورنا بالميقات، ولم ألبي بالعمرة إلا قرب جدة تقريبا، هل علينا شيء فيها؟ نعم، إذا تجاوزتم الميقات بدون إحرام وأنتم ناويين العمرة وأحرمتم من دون الميقات قد تركتم واجبا، يكون عليكم فدية. العمرة صحيحة، الحمد لله العمرة صحيحة، ولكن كل واحد عليه فدية، ذبح شاة تجزي في الأضحية ويزعها على فقراء الحرم في مكة. نعم. ما الفرق بين الشرك والكفر وبين الإسلام والإيمان؟ الشرك هو دعوة غير الله عز وجل أن يعبد الله ويعبد معه
غيره. أما الكفر فالكافر لا يعبد الله أصلا، لا يؤمن بالله أصلا ولا يعبد الله أبدا، هذا هو الكافر. أما المشرك فإنه يعبد الله ولكن يعبد معه غيره، وكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا، لأن الكافر قد يكون ملحدا ومعطلا لا يؤمن بالله عز وجل أصلا، هذا هو الفرق بينهم. أما الفرق بين الإسلام والإيمان فهذا فيه تفصيل. إذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا كما في الحديث الذي سمعتم، فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، إقام الصلاة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، بالأعمال الظاهرة. ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، الأعمال القلبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا إذا ذكر جميعا يكون هذا له تفسير وهذا له تفسير، ولا بد من الاثنين، لا بد من الإسلام والإيمان جميعا. أما إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه الإسلام. ولهذا يقول العلماء الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، هذا معناه. نعم. سائلة تسأل تقول: إن مشكلتي تتمثل في أني كثيرة الشكوك والوسوسة في الصلاة والطهارة وسائر نواهي العبادات، فبماذا تنصحني جزاكم الله خيرا؟ الشكوك والوساوس لا تؤثر والحمد لله، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فمجرد الوسواس في القلب أو الشكوك في القلب هذه لا تؤثر، وعليك بالمضي في العبادة، الوضوء، الصلاة وغير ذلك من العبادات، عليك بالمضي ولا تلتفت إلى الوساوس ولا إلى الشكوك، ولا تضرك بإذن الله، لا تضرك الوساوس ولا الشكوك، عليك بالمضي في عبادتك، فهذا يقطعها عنك. إذا لم تلتفت إليها ولم تهتم بها فإنها تنقطع عنك بإذن الله. وكذلك تستعيذ بالله، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس وهذه الشكوك من الشيطان، فأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولذلك شرع الله للمصلي إذا أتى بالاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من أجل أن يمنعه الله منك فلا يوسوس لك في صلاتك. نعم. قدمت خادمة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ثم أسلمت وحسن إسلامها، والآن تريد الزواج، وأبوها وأقاربها كفار، وأيضا ولي الأمر من الكفار، فمن يعقد نكاحها؟ المحكمة الشرعية، تراجع المحكمة الشرعية. نعم. وعندها إجراءات في هذا. نعم. رجل يقرأ القرآن وخرج منه ريح، هل يرجع ويتوضأ؟ إن كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب فليستمر في القراءة، لأن قراءة القرآن عن ظهر قلب لا يشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر. وإن كان يقرأ القرآن من المصحف فإنه لا يمس المصحف إلا بعد الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. فعليه أن يتوضأ ثم يعود ويمسك المصحف ويقرأ. نعم. من لم يصم رمضان في أيام البلوغ وبعد أن هداه الله يريد التكفير، فبماذا تنصحه؟ من لم يصم رمضان في أيام البلوغ وبعد أن هداه الله يريد الصيام، فماذا تنصحه؟ إذا كان ترك الصيام بعد بلوغه فإنه يجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء ما ترك من صيام رمضان، ويكفر عن كل يوم إطعام مسكين. إلا إذا كثر الصيام صار سنين طويلة فيكفي التوبة في هذا، لأن قضاء السنين الطويلة يشق عليه، فعليه التوبة إلى الله والحرص على الصيام في المستقبل. وأما ما مضى فيعفو الله عنه. أما إذا كانت شهور قليلة أو أيام قليلة يستطيع قضاءها فإنه يجب عليه قضاؤها وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير،
نعم. امرأة لبست القفاز في العمرة وهي تدري بالحكم الشرعي، ولكن زوجها قال لها البس القفاز لأن يديها محناة. هذا جهل من هذا الزوج هداه الله، ما لا يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين، يكفي أن تغطي يديها بثوبها أو بعباءتها، أما لبس القفازين للمحرمة فهو محرم، محظور من محظورات الإحرام، فعليها الفدية، وهي إما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما صيام 3 أيام، وإما ذبح شاة، مخيرة بين هذه الأمور الثلاثة. وفي المرة الثانية لا تلبس الإحرام وهي لا تلبس القفازين وهي محرمة، تغطي يديها بثوبها. نعم. ما حكم إحضار الشعراء في مناسبات الزواج مقابل مبالغ مالية تدفع إليهم؟ هذا لا يجوز، إحضار الشعراء وإقامة إقامة العرضات للرجال والغناء بالأشعار هذا لا يجوز، إنما هذا خاص بالنساء فيما بينهن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح وأن يضرب عليه بالدف، وهذا في حق النساء فيما بينهن، يضربن الدف في محضر النساء وينشدن ما يعرفن من الأشعار النزيهة، ولا يسمعهن الرجال، ولا يكون عندهن مكبر صوت ولا مسجلات، وإنما فيما بينهن صوت مجرد، وضرب الدف فيما بينهن هذا الذي جاءت به السنة. أما الرجال فإنهم يجلسون ويحمدون الله ويشكرونه ويأكلون من الطعام المعد لهم ويشربون من القهوة ومما يقدم لهم ويشكرون الله على نعمته ويتركون هذه العادات السيئة. نعم. ما حكم قول بعض المأمومين بعد الانتهاء من إقامة الصلاة لا إله إلا الله بصوت مرتفع؟ لا يعتاد دعاء معين بعد الإقامة، لكن إذا دعا الإنسان فيما بينه وبين نفسه من غير رفع صوت فلا بأس، من غير أن يلتزم دعاء معينا، لا بأس يقول لا إله إلا الله أو اللهم اغفر لي أو اللهم تب علي واهدني، لكن بدون رفع صوت، ولا يداوم على دعاء معين، بل يدعو بما تيسر له، وإن لم يدعو فلا شيء عليه. ما حكم قول اللهم اجعل ثوابه لوالدينا؟ هذا فيه تفصيل، ما ورد به الدليل على أنه يعمل للأموات فلا بأس، كالصدقة عنهم والأضحية عنهم والحج والعمرة عنهم والدعاء لهم، هذا ورد به الدليل، فيعمل عن الأموات ويكفي النية، لا حاجة إلى أنك تقول اللهم اجعل ثوابه، يكفي النية، إذا نويته للميت كفى هذا، وإذا قلت اللهم اجعل ثوابه لفلان فلا بأس، لكن الأولى الاقتصار على النية، والله يعلم جل وعلا نيتك وقصدك. أما ما لم يرد به دليل فإنه لا يعمل للأموات، لا الصلاة ولا غيرها من العبادات التي لم يرد، ولا قراءة القرآن، هذا ما ورد به دليل عن الميت، الذي ما ورد به دليل أنه يعمل عن الميت لا يعمل. الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، اقتصر على ما ورد به الدليل وهو الصدقة عن الميت، الدعاء للميت، الحج للميت، العمرة للميت، هذا كله ورد به الدليل والحمد لله، وفيه خير، فيه خير إذا تقبله الله عز وجل. نعم. ما حكم الطواف بالقفاز؟ إذا غير المحرمة لا بس تطوف بالقفاز، غير المحرمة تستر نفسها بالقفاز وبالجوارب على الرجلين وتستر نفسها، إلا إذا كانت محرمة فلا تلبس القفازين على اليدين ولا تلبس النقاب على الوجه، هذا نهى عنه الرسول، نهى عنه المحرمة، وهي أن لا تلبس النقاب ولا القفازين وهي محرمة، تغطي وجهها بالغطاء غير بالخمار، تغطي وجهها بالخمار غير النقاب، وتغطي يديها بثوبها أو بعباءتها. نعم. ما حكم الوصال في الطواف، مثلا أن يطوف أكثر من 3 مرات أو مرتين متتاليتين؟ لا بأس بذلك، أنه يطوف عدة أسابيع متوالية، لكن إذا انتهى يصلي لكل طواف
لكل طواف صلاة مستقلة. إذا واصل ثلاثة أسابيع من الطواف يصلي ثلاث صلوات.